النهارده يا جماعه معانا واحده من اجمل الفرق الاستعراضيه اللي موجوده في مصر، بل الموجوده في الشرق الاوسط كله بامانه ربنا، بقياده الكوتش ماهي. الكوتش ماهي دي واحده خبيره في الايروبكس الافرنجي وضليعه في الزومبا البلدي. الزومبا البلدي اللي هي عندنا في مصر، انت عارفين كلنا ان الزومبا فيه انواع، في انترناشونال وفي بلدي. فالزومبا البلدي اللي هو بنلم اصحابنا كده كلنا في اي وقت، هوبا نقوم طالعين على اي مصيف وبنلبس اي حاجه ونطلع نرقع على اي مزيكا، بنحاول نسخن الجسم ونعمل حركات الزومبا ونحاول نحرق شويه سعرات حراريه من البلاوي اللي احنا بنتعشاها بالليل. فالكوتش ماهي هي معروفه وضليعه في الحته دي. الكوتش ماهي عندها التيم بتاعها بقى، فقررت تاخد التيم بتاعها ويطلعوا على عجمي يعملوا الشو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. فيلا نشوف مع بعض الشو الجميل اللي هي عملته ونحاول نشجعهم على اللي هم بيعملوه ده ان شاء الله عشان نشوف حلقات اكتر. زي ما احنا شايفين كده ان الشو هيبتدي اهو على اغنيه الهوبا. احنا كمصريين بنحب الاغنيه دي قوي، بنقدرها. فشايفين التيم اللي قدامنا ده يعني خيره شباب مصر طالعين اهو، مجموعه كامله متكامله تقريبا 30 واحد طالع بيعمل الشو. كوتش ماهي معاهم اهو بتتابعهم ومركزه معاهم قوي. فهي هنا بقى الكوتش ماهي لو لاحظنا هتقول لي الواد بقى اللي شال الكاوتش ايه؟ ممكن تديني شويه طاقه؟ اديني شويه طاقه لو سمحت. طبعا الواد مش قادر يوصل بطوله اصلا، هو الواد مش فاهم فيه ايه؟ هو كان قاعد في البيت جاله تليفون قام سرق الاستبني بتاع عربيه ابوه، نزل عند عم عادل الكهربائي نفخوله وطلع على عجمي، خد الميكروباص وطلع، لقى الشو شغال. اول ما دخل على البيسين كده لقى الشو شغال مش فاهم فيه، قام دخل في الصف الاولاني، الواد نتع الكاوتش على صدره جاي من السفر مش قادر يوصل بطوله، بقى له ثلاث ايام ما اتغداش. فرجاء ان الكوتش ما تضغطيش عليه قوي، الواد كده هيقع منين؟ هيجي له بوتس، هيهبط، مش واكل حاجه، فسيبيه على جنب شويه لوحده. هنبص بقى جنبه كده هنلاقي الواد ابو بورنوس بقى هز ورقع وخرب الدنيا، الواد ده بقى يا جماعه خبره. خبره بامانه ربنا، لبس البورنوس بتاع على دماغه وبعدين طريقه اللف اللي بنلفها دي وحركات صوابعه اللي بيعملها كده، بعدين هوبا قام داخل بالسقفه مع الايقاع، الواد خبره. بصراحه عجبني، هو ده بقى الهيد بتاع التيم. هو ده اللي ماسك الايقاع، الايقاع بتاع المزيكا، عمال يلف ويوجهه يمين شمال شمال يمين، عامل شغل هايل. لو بصينا بقى يمين كمان شويه هنلاقي الواد اللي نتع الصب على كتفه ونازل بقى، هو ده بقى اللي ماسك الدي جي بتاع الليله. تعالى بقى واخد الصب ده جايبه قسط من بي تك ونازل خارب الدنيا في العجم بي وشغال حلو قوي برضه، الشورت والدنيا مطقمه معاه. في جنبه بقى الحاجه اللي جنبه دي انا مش عارف هي تبع مين، هي تقريبا حماته، فجاي توجب معاه برضه، او هو اللي جاي يوجب معاه مش عارف. بقيت بقى الناس اللي ورا يا جماعه دول تقريبا السكان، يعني السكان العماره اللي ورا هم سمعوا ان في نوش بيحصل تحت، قاموا نازلين موجبين كلهم. بامانه ربنا يا جماعه انا الشو عجبني، والله العظيم بتكلم جد، انا عجبني في طاقه كده ايجابيه حلوه والناس فرفوشه. بيفرفشوا نفسهم يا جماعه، بتهاجموهم ليه؟ انا مش فاهم الناس بتهاجم، جرايه شعب نكد، جرايه شعب نكد يحب النكد اكتر من، يعني في ايه؟ الناس نازله تروش وتفرفش على نفسها شويه، في ايه؟ ما نشجعهم، بيعملوا رياضه طاقه. حاجة أخيرة عايز أقولها، في بنت بقى على اليمين خالص أول واحدة دي موزة، محدش خد باله منها بس أنا خدت بالي منها، فرجاء محدش ليه دعوة بيها، عاملة شغل هايل على البيسين. فيا ريت يا جماعة الشعب المصري يتعلم، يعني نتعلم من الناس دي الطاقة الإيجابية الفرفشة. ابسطوا نفسكم يا جماعة، انزلوا ابسطوا نفسكم واعملوا كل اللي أنتوا عايزينه، ما تكسفوش بغض النظر عن الشكل العام للتيم والجو الملبس التيم اللي هم عاملينه ده، بس أنا عجبني بأمانة ربنا. فانا قلت الموقع ده ان احنا نشجعهم ونقول لهم هايل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 1 2 اند هوبا، برافو يا شباب.